الانونيمس كلاسز اتكلمنا عنها المره اللي فاتت ولسه قدامنا لسه كلام عنها. قلنا ان هي بسيطه جدا، كلاس ما بيبقاش ليه اسم، بستخدمه يعني يتكون، وما يتكون اخد التكوين بتاعه انادي منه على طول مباشره، من غير ما انا ابقى مالك فيريبل شايله، غير ما اشيل، من غير ما يكون ليا اسم شايله، من غير ما يكون عندي اسم ايه اسم شايله. سريعا كده افكرك بالمثال الاخير اللي احنا قلناه، قلنا ابستراكت كلاس اسمه سبيكر، ده ابستراكت يعني لازم يتنفس في كلاس ثاني، ابستراكت فويد سبيك، وجواه ميثود اسمها سبيك، فخلاص وبس على كده. فانا عايز اعمل، قول مفترض الطبيعي ان انا اجي اقوم اعمل كلاس يكستند من سبيك وينفذ او يمبلمنت او ينفذ السبيك اللي هي الميثود اللي اسمها ايه سبيك، وبعدين اخد الاوبجكت من الكلاس دوت وانادي على سبيك اللي جواه. هو كده اكيد عملت انترفيس صح؟ اكنك عملت انترفيس؟ لا بس احنا عايزين ايه الفروق؟ في فروق في الاكزامبل ده نفسه، هي إيه إيه لو كنت عملت انترفيس بس كنت مفيش فرق، بس ما كنتش هتبقى متاح انك تعمل كده، او ممكن بتعمل كده، لا عادي بكره تعمل كده برضه. هنشوف كمان بعد المثال ده هنشوف مثال على يعني انترفيس. فهنا عمل public static void main final string args ماشي، نيو سبيكر هو المفروض يعمل اوبجكت، يعمل مثلا سبيكر اس بي بيساوي نيو سبيكر صح كده؟ هو ما عملش كده، خلاص عمل نيو سبيكر وفتح قوس وادي نهايه القوس، اكنه المفروض يسمي هنا اسم ما عشان يقول ان ده هيكستند من السبيكر ويبدا القوس من اول هنا لغايه هنا. هو ولا قال بابليك كلاس اسم واكستند السبيكر، وقال نيو سبيكر على طول، عمل نسخه جديده وادي بدايتها وادي نهايتها، وجواها عمل اكواد، مش مهم عمل اكواد وعمل الميثود، نفذ الميثود اللي هي كانت مطلوبه، عمل متغير اسمه مسج بيشوف اللينس بتاعه الارجس اللي هي الاريل عندي، لو كان واحد يعني فيها عنصر هيطبع العنصر، لو ما كانش فيها العنصر هيطبع nothing to say، ما عنديش حاجه اقولها خلاص، والسبيك بتطبع بس المسج دي خلاص. ده كده لغايه اخر الكوز ده كون الكلاس بدون نيم، لغايه هنا كده كون الكلاس بدون ايه؟ بدون نيم، على طول على التايرنت قال دوت سبيك، منه بقى الاوبجكت اللي كونته ده دوت سبيك على طول، يعني ما عنديش حاجه اقدر اقول، ما عنديش حاجه اقدر اسميها عشان ادعي عليها، فانا مضطر ورا القوس المجموعه ده على طول دوت سبيك على طول، على سطر او على نفس سطر او على سطر الفري، ويفضل دايما تبقى دوت كده لازقه فيها خلاص. المهم يعني هي مش، انا مش بحبها لانه بس كلاس، انا مش بحبه، مش بحب حد يستخدمه. مش شكله، مش بالشكل، مش بالشكل، لكن ليه عيوبه، يعني مثلا اهم حاجه في الاوبجكت اورينتد الريوز كود، يعني اقدر استخدم كود تاني، لا مش هقدر استخدم كود ده تاني خالص، هو لا مش الابستراكت، انا بتكلم على اللي جوه، لما احب اريوز ليه هناديه، طب انا ما عنديش اسم اصلا عشان اناديه فخلاص منتهي. فهمت الفكره؟ يعني انا بعمل الكلاس اصلا عشان اعرف استخدمه مره واثنين وثلاثه واربعه. فهمت الفكره؟ طيب دوت سبيك طبعا هينادي عليها وخلاص. بيقول لك برده نفس القصه، انا جيت عملت انترفيس اسمها سبيكابل خلاص، هو بيزود ايه بي ال ده كده يعني مش شرط يعني، المهم يعني وفويد سبيك وجوه الكلاس ان يو سبيكابل على طول، ونفس القصه بالميل نفس الكود. فبيقول لك هنا برده ينفع اشتغل نفس الفكره الانونيمس كلاس على يعني بيزد على انترفيس، زي ما كلاس بيزد على كلاس. معايا محمود يا كمال؟ هنا حتة تانية لذيذة، بيقول يوز انونيمس كلاس انستنس تو ريتيرن ا ليست اوف فايلز، بيقول لك انا عايز اعمل كلاس مش اسم عشان يرجع لي قايمة من الملفات اللي اخرها دوت جافا، اللي في الاكستنشن بتاعها دوت جافا. فلذيذ المثال ده لانه بالنسبة لي مهم جدا في الاندرويد، رغم الانونيمس بقول لكم ما بحبش استخدمه كتير، لكن هو مهم جدا لان احنا بنستخدمه دايما في بناء الايفنت، واحنا استخدمناه قبل كده كتير بس ما حدش فيكم كان فاهم. كنت بقول لكم ايه، مجرد بقول لكم ايه ده سطر كده، كنت بشرح لكم في مجمل،
لكن دلوقتي تقدر تعرف تحدد ان هو ايه من انواع الكلاسز. لو جيت بسيط string array list خلاص بتساوي new file عباره عن فايل جديد هنا ما بين قوسين directory new file ما بين قوسين directory لغايه هنا كده من غير ما تكمل قرايه كده انت انشات الكلاس اللي اسمه فايل وبعت له في الكونستراكتور بتاعه متغير اسمه دايركتوري. متغير اسمه دايركتوري ده المفترض يبقى شايل باص بتاع فولدر. ما هو فولدر دايما يعني كلمه دايركتوري. فالمفترض بقول نيو فايل وانت مدي له ايه الدايركتوري بتاعه. خلاص كده لغايه هنا كده انا عملت وان فايل. لا انا مش عايز وان فايل، انا لسه ما تنساش ان انا عايز اعمل اري اري اوف سترينج. لا مش ليست، لا اسمها ليست لكن هي اري اوف سترينج مش نوع ليست. النوع ليست ما تدخلش كله ببعض، دي ليست دي سمول ليتر. خلاص لغايه هنا كده هيجيب لي نيو فايل دايركتوري. دايركتوري ده فولدر ها دوت ليست. ليست يعني هات لي اعرض لي ليست قائمه من نيو فايل نيم فلتر. نيو فايل نيم فلتر، النيو فايل نيم فلتر ده بيحاول يجيب بيدو فلتر على الفايل نيم. وضوح جدا فلتر على الفايل نيم، يعني بيقدر يعمل زي سيرش على الفايل نيم. يعمل سيرش على الفايل نيم يعني على اسم الفايل، بحيث ان انا ادور على فلتر او سيرش على دوت جافا عشان يجيب لي كل الملفات اللي هي دوت ايه دوت جافا. فقال لك نيو فايل نيم فلتر. طب النيو فايل نيم فلتر دي ميثود، دي ميثود هتدي قائمة للليست اللي في الدايركتوري ده. فايل نيم فلتر دي ميثود كودها ايه؟ قال لك من اول هنا لغاية هنا. هي دي ميثود ولا كلاس؟ انا قلت ميثود، لو ركزت هي كلاس مش ميثود. كلاس مش ميثود، نيو فايل نيم فلتر ده كلاس. يبقى المفروض الكلاس ده بيدي للليسته دي مجموعه من الايه؟ من الفايلز باسز، فايل باسز في الدايركتور المحدد في الفايل ده. فانا تقول عباره عن فايل نيم ومفتح قوس وقفل القوس تحت خالص، وجواه عملت public boolean accept accept file و string s file و string s. هنا ما بستخدمش الفايل خالص، بس المفترض ان الفايل ده هو النيو فايل اللي انت جايبه. خلي بالك معايا، مفترض ان الفايل ده هو النيو فايل اللي انت ايه اللي انت جايبه. السترينج ده اللي هو الباث بتاعه. خلاص هنا بقول له ريتيرن اس اللي هو الباث لو كان دوت اند وذ، لو كان من اخره من ورا دوت جافا. طبعا اند وذ دي في الاي بي اي هنشوفها في السترينجز في المعامله مع النصوص. كلمه اند وذ او اند سويز دي بتشوف بتقرا هل اخر الملف مكتوب فيه كده او مش اخر الملف، هل اخر النص السترينج، هل اخر النص السترينج مكتوب كده؟ لو مكتوب كده بترجع ترو، لو مش مكتوب كده بترجع ايه؟ فولس. فدي اوتوماتيك هترجع لي ترو لو كان اخره مكتوب دوت جافا زي ما هو بيدور كده، وهترجع لي فولس لو كان مش مكتوب ايه؟ دوت جافا. خلاص؟ دي بنستخدم الفكره بتاعت الانونيمس كلاس دي فين؟ دايما بنستخدمها في الايفنت عندنا بتاع الاندرويد. احنا بنيجي نقول له ايه ده عباره عن مش عارف ايه، وقوم رابط ال باتن مثلا دوت، وقوم عامل سيت للمثلا كليك للحدث كليك مثلا، واقول له ده نيو كليك، وافتح القوس واقفل القوس وابدا اكتب الايه؟ الكود بس على الطاير كده. على الطاير انا مش محتاج ان انا اسميه، لكن مش محتاج ان انا ايه؟ اسميه، ولا اعمل له ريوز، ولا اعمل له ايه؟ ريوز خالص. خلاص كده؟ فبيبقى بالمنظر ده. وطبعا قفله القوس ده هي فتحة قوس الليست.
المفروض دي فتحه قوس ليست وادي له الليست واقفل القوس. بس نقول قفله الليست عباره عن ايه بقى؟ اللي جوه الليست وما بين قفله الليست وفتحه الليست دي كان عباره عن كلاس بيجيب لي كل الفايلز اللي بتنتهي بدوت ايه بدوت جاب. يعني ده مجرد يعني اكزامبل على السريع لكن احنا بناخده بالتفصيل وبشكله مفصل في الاندرويد والايفنت. يعني خلاص لوكال كلاس. لوكال كلاس نبص على المثال على طول. مختلف شويه عن الانونيمس. فاهمين الفكره ولا هو اشكال بس للكتابه؟ خلاص لكن الكودنج ذات نفسه هو واحد. بس انت ركز معايا. بابليك كلاس اسمه انكلوزنج كلاس. اوله هو اخره اهو. وعمل بابليك فويد ام. ام دي ميثود حد زعلان منها تستقبل بارامتر انت اكس وده فاينل غير شغلته. فاينل انت واي بتساوي اكس ضرب 2 يعني ضعف الاكس. عمل متغير اسمه اكس. لو انت بعت 5 يبقى الواي كام؟ 10. وجوه الميثود كتب كلاس اسمه لوكال كلاس. حاجه جميله خالص. جوه الميثود كتب كلاس. عمل كلاس بس الكلاس هنا سماه لوكال كلاس. وليه بيسموه لوكال كلاس؟ قال لك لان هو كلاس عادي جدا زي اي كلاس وريوز وكل حاجه بس بيبقى ليه بس حته واحده بس عامله له مشكله. ايه هي؟ قال لك انه ما ينفعش يتريوز الا جوه نفس السكوب. ايه السكوب ده؟ هو اتعرف ما بين دي ودي صح؟ يبقى ما يشتغلش ولا يتشاف غير جوه دي ودي ما بين القوسين دول. دي نهايه المطاف بتاعته. ما بستخدموش بره دي. كلاس خفيف كده ما بستخدموش غير جوه الحته دي. فهمتوا الفكره بتاعت اللوكال كلاس؟ يبقى اللوكال كلاس كلاس امبيد او يعني امبيد يعني او لما الكلاس مش لازم لما كلاس انكلود كلاس انا اقول لما الكلاس يبقى داخل ميثود بنسميه لوكال ايه؟ لوكال كلاس. فعمل كلاس اسمه لوكال كلاس اسمه انت ال ابس اكس والبي واي. خد بالك من حته جميله جدا هنا في المثال. هنا في الاكزامبل الكلاس قدر يوز قدر يستخدم الفاريبلز اللي جوه الميثود اللي هو جواها اكنها جنرال فاريبلز اكنها متغيرات عامه وهو جواها فبيقدر يستخدم المتغير العام. ان السكوب بتاعه صغير وهو محطوط جوه سكوب اكبر فاي حاجه جوه السكوب الاكبر بيقدر يشوفها. السكوب اللي هو الايه فكره السكوب العاديه اللي عارفين السكوب يعني المجال. خلي كلمه المجال افضل من النطاق. المنطقه اللي بتشاف فيها فتلاقي الوقت ايه بيشوف يعني طالما هو اتعرف جوه المنطقه دي بيقدر يشوف كل اللي جوه المنطقه دي وما يتشافش غير جوه المنطقه دي. لما اتعرف في الحته في الحدود دي اتعرف في الحدود ايه دي فعمل متغير ايه وتغير بي وحط جوه الاكس والواي. هنا بقى معرف اوبجكت من الكلاس ده اللوكال كلاس ده سماه ال سي بتساوي نيو لوكال كلاس. اقدر اقول له ال سي دوت ايه وال سي دوت بي هيطبع لك برده الاكس والواي اللي انت شايفه فيقدر يستخدمه هنا. ما اقدرش بقى بره الميثود الام ميثود مثلا اسمها اف ونادي فيها على اللوكال كلاس ما يتشافش غير جوه الام بس جوه الميثود دي بس. فهمت الفكره؟ طيب الاتريتور انترفيس والتو دو ليست شرحناها قبل كده تاني الكلام ده ولا لا؟ انا شرحت التو دو ليست لكن ما دخلوش على الاتريتور. اوكي هنا ازاي اتعمل؟ اوكي بابليك انترفيس اسمها اتريتور. في انترفيس مشهوره جدا في جافا وفي اللغات كتير كل اللغات اللي هي اللي مش مجنونه. اه طبعا اسمها اتريتور. الانترفيس دي فيها ميثود معروفه جدا اسمها هاز مور اليمنتس. لا انا فاكر احنا شرحنا الكلام ده. هتلاقي هنا حاجه جديده هو باين هو معلم عليها بس. لا 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 هو هنا بس هنشوف دلوقتي هنشوف الكلام ده هشرحناه انا متاكد بس هيتلم زود عليه حتايه او حته. طب خلاص يا جدعان هو اكيد جايب المثال يبقى جايب في حاجه جديده.
هو متعود الحاجه دي بيحطها بولد وهو عامل بولد حاجات اهي. طيب المهم الانترفيس دي فيها هاز مور اليمنتس وفيها حاجه اسمها نيكست اليمنت. الهاز مور اليمنت بترجع لي هل في اليمنت ثانيه ولا مفيش يا يا لا. والنيكست اليمنت بيرجع لي الاليمنت على حسب بقى بيرجعوا لي نوع اوبجكت. احنا عارفين نوع اوبجكت ده بيشيل ايه اي كلاس اي 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 كلاس فا او اي اي نوع يعني اي ان كان ايه هو. فنيكست اليمنت بتجيب لي بترجع لي الاوبجكت كله خلاص. عمل بابليك كلاس اسمه تو دو ليست برايفت تو دو ودي اري طبعا ده كنا عاملينه قبل كده زمان ده كلاس معمول زمان وسماه تو دو ليست عشان هو عباره عن اري اوف تو دو وانت اندكس 0 وتو دو ليست ببعت لها السايز. كان الثاني كان المثال اللي فات كان انيشال سايز ما كانش سايز كان عشان كان مزود حاجه المبدئي ومش عارف ايه وساعات بيزوده وكلام من ده. هنا لا عملوا السايز على طول يحطوا جوه تو دو. وعمل بابليك اتريتور اتريتور يعني ايه بابليك اتريتور 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 ده الانترفيس بتاعنا كابيتال اي. الاتريتور دي ميثود يبقى عندي ميثود اسمها اتريتور بتريتيرن اتريتور بتريتيرن حاجه تنفع تتحط جوه اتريتور مش عايز ما ترجع انترفيس انت ترجع اي حاجه تنفع تتحط جوه انترفيس مش احنا خدنا الداون كاست والاب كاست صح فاي حاجه تنفع تتحط يعني اي حاجه بتمبلمنت الانترفيس اللي اسمها اتريتور ينفع تتحط جوه اتريتور صح اي حاجه انا بقى امبلمنت كذا انا بنفذ الواجهه الفلانيه يبقى اقدر اتحط في شكلها. فاكرين الكلام ده ولا لا؟ لما كنا بنعرف اوبجكت من انترفيس ونقول بيساوي ونساويه بكلاسز اخرى مختلفه نيو امبلي نيو مش عارف ايه اي حاجه صح؟ المهم هتتحط جوه الانترفيس واقدر انادي على الميثودز اللي موجوده جوه الانترفيس هي نفس الفكره كده بس مالينا حاجات يعني مالينا بيانات ومالينا شغل وكلام من ده. طيب فعندي اتريتور دي ميثود جوه الميثود دي عمل ايه؟ كلاس لوكال كلاس ماشي كلاس سماه ايتر وبيمبلمنت الايتريتور اللي فوق كلاس اسمه ايتر بس الميزه بتاعته ان هو بيمبلمنت الايتريتور عمل اندكس بزيرو وهاز مور اليمنت لو الاندكس اصغر من اللينس يبقى لسه الاندكس ما خلصش يبقى لسه في مور لسه في تاني اليمنتس تانية فيرجع ترو لو كان مش اصغر هيرجع فولس والنكست اليمنت بترجع بيروح على التو دو ليست ذات نفسها ويشوف بقى الاندكس رقم كام رقم 5 يريتيرنو وبعد ما يريترنه ما ينساش يبقى يزود بلس بلس في الاخر على الاندكس يبقى عليه الدور اللي عليه الدور المره الجايه يعني مش عايز اشرح كده بالتفصيل. خلص الكلاس عشان كده قلنا قبل كده خلص الكلاس كلاس ملوش اي قيمه عندي خلاص غير هو كلاس بس المهم بقى ان الميثود اللي محطوط جواه كلاس بتريترن اي حاجه بتمبلمنت اتريتور فبقى عندي كلاس اسمه ايتر اهو بيمبلمنت مين الايتريتور فقال لي ريتيرن نيو ايتر يعني اوبجكت من الكلاس اللي اسمه ايه ايتر فالاوبجكت من الكلاس اسمه ايتر بينفذ الايتريتور فده يبقى كده لما تيجي تنادي على الايتريتور هيريتيرن ليك اوبجكت جديد من ايه من الايتر ده من الفكره مش مشكله. طب هل ينفع المثال ده كنت تعمله بال انونيمس كلاس ده عزه يعني عادي ان اصلا هو على طول هعمله وهنادي عليه هينفع كان ينفع بس كنت اعمل نفس الانونيمس بس نحطك قبل الانونيمس نحط كلمه ريتيرن عشان هو على طول على الطاير على الطاير على الطاير وبيريتيرن برضه على الطاير لا من ريتيرن مسافه واعمل بقى نيو من غير ما اعمل اسامي ولا اي حاجه مش مشكله انا مش ما. انا مجرد بس الفكره عشان وصلت لنا بس لما نبقى بنعمل بقى بروجكتس وحاجات من دي بقى ونستخدم نبقى هتقدر تفهمها 100% لكن دلوقتي بقى عندك الخلفيه ده السنتكس بتاعه ازاي وبيعمل ايه يعني شكل الكتابه بتاعته ازاي وبيعمل ايه شكل بتاع الكتابه بتاعه ازاي وبيعمل ايه معلش احشر عد ما تقدر ايه في فرق هو بيعمل نفس لا الانونيمس هو كل الكلاس بتعمل حاجه واحده لكن الفرق ايه الانونيمس من غير اسم ما اقدرش انادي عليه بعد كده ما اقدرش اقول له نيو ايتريتور انا ملوش اسم اصلا ايتر ده مش ليه اسم اصلا طب تكمل كلامي
اديني فرصه يا عم اندرويد. الانونيموس ملوش اسم فعالطاير كده ومريترنه على طول وما اقدرش اريوز لي ولا اعمل اوبجكت منه ولا اي حاجه. هو مسافه بس في الحته دي بس انا استخدمه في الحته دي هي مره واحده وكان الله بس يرعي معاك مش اي مشكله تاني. اللوكال لا اللوكال بيأدي نفس الغرض بس بقى فيه فروق. ده ممكن اعمل منه اوبجكت و22 بس مش 22 لا 2 و3 و24 خلاص مش 24 بس الميزه بقى الزياده ايه هي ان ممكن اعمل منه كذا حاجه واستخدمه جوه نفس السكوب. التاني مفيش هو على الطاير مفيش هو مطرح ما كتبته بستخدمه مره خلاص. طبعا دي اد دي ميثود الثانيه غير العادي يعني لكن بس كل الفكره ان هو بيقول لك هنا ان الاتريتور انترفيس في تو كلاس حاجه في المثال اللي هو قالها بس عايز يقول لك ان انا هستخدم اللوكال اللوكال كلاس جوه المثال اللي فات وهوريك انا هستخدمه ازاي وكده يعني. بيقول لك تعال نجربه كمان تجرب تو دو ليست. طبعا انا عارف ان دي الري اوف تو دو ريف تو دو تو دو ليست بتساوي نيو تو دو ليست على 5 انشئتها ب 5 وجيت بقى قمت قال ايه تو دو ليست دوت اد ضيف نيو تو دو اديتها رقم واديتها اسم واللي بعديها واللي بعديها واللي بعديها واللي بعديها تعمل ايتر من ايتريتور. طب ايتر ده من ايتريتور ده ملوش دعوه بالكلاس اللوج ده هنا ده اوبجكت من الانترفيس اللوكال يا جماعه انتهى جوه الميثود ما بتشافش بتساوي ده اتريتور من الانترفيس هيتملي بايه. قلت له عارف تو دو ليست قال لي اللي هي دي قلت له اه دوت اتريتور دوت اتريتور دي بقى هتنادي على مين على الميثود دي اللي اسمها اتريتور دي خلاص اللي هترتبني ليه اتريتور الاتريتور ده اللي هو عباره عن نيو اوبجكت من الكلاس اللي اسمه ايتر ده الداخلي حتى هو اسمه اي كابتل هو مختلف عن الاي اللي اسمه خلاص كده. فهترجع لي نيو اوبجكت من الكلاس ده من الاخر في نيكست اليمنت وفي هاز مور اليمنت بس. فمالينا الايتر دي بالحاجتين دول هاز مور اليمنت وايه وليه نيكست اليمنت. فقال وايل لف لو الايتر ده دوت هاز مور اليمنت لو رجعت ترو يبقى هاز مور اليمنت في اليمنت ثانيه لو رجعت فولس مفيش اليمنت ايه مفيش اليمنت ثاني ولو في هيخش في اللوب هيعمل ايه في اللوب هيقول ايتر دوت نيكست نيكست فيرجعك امت كله على بعضيه فيطبعه طبعا ببرنت لاين دوت تو سترينج صح ولا لا ما هي دوت تو سترينج اوتوماتيك لان هحولها لسترينج ايه برنت لاين يعني اختصارا يعني هي برنت لاين مقصود بيها يعني خلاص كده فيها مشكله فاهمني ولا مش صاحيين لسه فبيقول لي طب طالما ان في يعني كلاس ويزن كلاس يعني كلاس بداخل كلاس اكيد يبقى في انترفيس داخل كلاس او ينفع او ما ينفعش يعني يقول لي ينفع اول ما ينفع قال لي معلش مش مهم انا بقول لك مش مهم انا عارف حاجات دخلت في بعض انا عارف مش مهم انا عارف انا عايز ايه خلاص انا محتاج زي ما قلت لك بالظبط تعرف كل موضوع هو عباره عن ايه وشكل الكتابه بتاعته ايه بس لكن انت دلوقتي مش مطالب انك تعرف تشتغل بالكلام ده وتدخله جوه بعض وتعمل مشروعك من الكلام ده لا صعب مش صعب يعني مستحيل لا يعني محتاج وقت منك وتعامل كتير مع الكلام ده عشان تفكر انك تركب حاجه بالشكل ده فهمت حاجه فده مش فانا مش مستعجل على الكلام ده خالص بس محتاج ايه عرفت ده عرفته عرفت شكل الكتابه بتاعته حتى مش محتاج منك دلوقتي انك تقدر تكتب الكلام ده من خيالك خالص فهمتوا الفكره الكلام ده لسه محتاج لما اجي نعمل اكزامبلز والاكزامبل يبقى في حاجه زي كده بقول لكم فاكرين تقول لي هتقول لي انت لو واحد هتقول لي ايه ده مسلم بيها دي معروفه ليه لانك خدت خلفيه عنها لكن لما اجي اكتب لك حاجه زي كده وانت عمرك ما سمعت عنها
هيبقى عندك مشكلتين، مشكله البرنامج اللي انا بشرحه اصلا، ومشكله الكتابه الغريبه اللي انت كتبتها دي. ايه اساسها؟ هتقول لي ايه؟ هتقول لي ما هشرحها لك، واشرح لك الاثنين، هتقول لي فهمتها. بس انا بس تقول لي الواحد مش عارف، يعني في حاجات بتطلع غريبه كده في شكل كتابه الكود، مش عارف اجيبه من اوله لاخره عشان ابقى عارف ان هو ده الموضوع كده، هتبقى بالنسبه لك عامل ايه صعب. فهمت ازاي؟ عشان كده انا عايز ايه، ابحر شويه يعني. وسيب نفسك خالص بقى لما تشوف هننزل ايه. عمل كلاس، انا بقول لك ان ممكن اقدر كلاس اكس واعرف جواه انترفيس عاديه او انترفيس ستاتيك عادي متاح يعني ليجل. الباكجز بس طبعا الانترفيس اللي كانت جوه الكلاس دي، بس انا انساش ان الانترفيس اللي جوه الكلاس دي ما بتستخدمش غير جوه الكلاس ده بس. لوكال صح؟ صح ولا ايه؟ مقدرش اتشاف غير هنا. اقدر اعمل منها اوبجكتس وكلاسز ثانيه جوه الكلاس برضه، مقدرش من بره يعني. الا لو قلت من بره ايه؟ الا لو جيت قمت عامل بقى ايه؟ من الكلاس قمت دوت قمت واصل للانترفيس بقى. فهمنا الفكره؟ خلاص؟ قبل ما اخلي الباك